قدم لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية تقريره أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في السودان، وطالب أوكامبو المجلس بالضغط على الخرطوم من أجل توقيف اثنين من المسؤولين السودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور وتسليمهم للمحاكمة. فصل جديد من فصول التوتر الذي تشهده العلاقة بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي، لكن الجديد هذه المرة يحمله تقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن. مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب مجلس الأمن أن يفرض على السودان توقيف اثنين من مواطنيه متهمين بجرائم حرب في دارفور وتسليمهما للمحاكمة. أطلب من مجلس الأمن توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة السودانية لكي توقف المسؤولين أحمد هارون وعلي كشيب، لأن الرجلين متورطان في أعمال عنف ضد السكان المدنيين. لهجة المدعي أمام مجلس الأمن قوبلت بالرفض من طرف الخرطوم التي اتهمت مورينو أوكامبو بنسج قصة خيالية دنيئة ضد مسؤول الحكومة السودانية، كما رفض ممثل السودان لدى الأمم المتحدة خضوع بلاده لقرارات المحكمة. أود أن أشير إلى أن السودان لم يصادق على اتفاقية روما، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تمتثل الخرطوم لقرارات المحكمة الجنائية الدولية. مطالبة المجتمع الدولي للخرطوم بالامتثال لقرارات المحكمة الجنائية تلاه قرار الحكومة السودانية التي أعلنت منع الشركات الأمريكية من العمل مع قوات حفظ السلام الدولية في إقليم دارفور، تصعيد ستكون له عواقب وخيمة ستسهم في استمرار حالة التوتر بين السودان والمجتمع الدولي. محمد نبيل، روسيا اليوم.